والله لا حتى راه عاجلنا من هاد الضيعة هادي، راه باقي فيها مرعى كتير. تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من الله العلي القدير تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة في أحسن الأحوال. نشكركم على الإخوان والخوات، جزيل الشكر على الدعم والتشجيع، كنتكم متواضعة ما تبخلوش علينا، الله يجازيكم بخير، دعمونا بزير لايك كما كتشوفوا ما شاء الله العودات. سبحان الله، هذه اللي خرجنا اللي كانوا لي في المزرعة لتحت، ولادهم راه كبروا شوية. البرقية هذه ان شاء الله عليها، هذه تبارك الله هي اللي كانت ولدت على المباشر، ولادهم راهم كاع بخير وعلى خير صحة جيدة ما شاء الله. الدبان دابا الدبان هو اللي تيوترهم، شوف سبحان الله كيفاش كيديرو العنق ديالهم، تيبقاو ينشو. نشوف المارة اش عندهم تما في ديك الورادة ديال الماء، هاد البزوار هذا. لا راه مازال فيه الماء، هاد الماء راه كيخوي دايرين اوتوماتيك، كي كتعمر الماء بوحدها لما كنعمرو لهم الماء. ما شاء الله راهم ولدو، وردو دابا راهم غادي يمشيو يراو، الساعة اللي تيجيو مع تشراهم تيجيو يوردو، ومدورين لهم السين تاع على الضيعة باش باش يبقاو سارحين تمايا. وما شاء الله راه داير السين تاعو انا على حساب باش ما ياكلوش ليا البحيرة ديالي، نشارك معكم كذلك البحيرة ما شاء الله ديالي راه هي هادي. شوف الفلفلة تبارك الله راه بدات كدير بدات كتكبر، دير القرعة وشوية ديال الخيار، عطيشة كذلك دايرها لهي. و هاد السنت هادي راه كنديرها لهم مع مفيهاش الضو، مفيهاش الضو راه ويني دايرها لهم، هما كيخافو لأنهم عارفين بأن في تيكون فيها الضو. أنا راه غير دايرها باش ما ياكلوش ليا البحيرة ديالي وصافي. سبحان الله العظيم، غير وردو جاو كيرعاو، يا راه ديما البهيمة من بعد ما كتورد كتفتح لها الشهية، لهذا ننصحكم دائما بخصوص دابا في الصيف، دائما نكونوا دايرين الماء قريب للكسيبة ديالنا، الماء راه عنده دور كبير بخصوص في هذا تفاصل الصيف هذا، وبالخصوص اللي تيكونوا دوك تيكونوا ضارات لا المعز ولا عودات ولا الغنم، مهم كانوا ضارين راه مهم الماء بزاف الكسيبة. قدروش تخليوهم بلا ماء ولا بقى نعطيهم غير بالوقت، خصنا دائما نوفروا لهم الماء يكون في الكوري ولا في الزريبة قريب ليهم، ويوردو وقت اللي بغاو. شوفوا ما شاء الله المرعى هنا كيفاش داير، اللهم بارك.
خير مولانا، راه جدناها من هاد الضيعة هادي. دابا هادي هي الثالثة في الضيعات اللي كان تندورو عليها داك الراعي الكهربائي، صافي تنطلقوهم ما شاء الله. شو سبحان الله داك رضع تما، ديك راه أمتا. وسبحان الله هاد العام لكتارية اللي تزادو إناث، راه 8 ديال الإناث وبقاو 3 الذكور. واحد العام في 2014 كانوا تزادو ما شاء الله 10 الذكور و 4 الإناث، كانت تزادو 14، كانوا الذكور تزادو عندنا كتار. سبحان الله العظيم كل عام ورزقو كما تيقولو. منظر جد رائع ما شاء الله، جبل التوركال. دابا سبحان الله العظيم عندنا هاد المزرعة هادي فين كنسكن، راه عند هاد الواجهة ديال التوركال كتشوف ليها، والواجهة الأخرى اللي من ليه كتشوف المزرعة الأخرى اللي فيها الماس. سبحان الله العظيم. ومنظر فيه رائع مع خيول صورة فنية جد رائعة ما شاء الله. سبحان الخالق. هذا مهر ما شاء الله عليه، هذه راه مهرة. هذه راه من الغاردات، هذه غير ما ولدتش هذا العام، وإن هذا العام إن شاء الله راه غيكون واحد العدد اللي غيولدو كتار من العام الفايت. نتمنى تستمتعوا بهاد الطبيعة الخلابة وهاد الخيول ما شاء الله. شوف هذا سبحان الله كيفاش كيرضع. فيهم الحليب دابا مرعى موجود. مرس مالو في الظهر ديالو، حيد له الشعر. سبحان الله العظيم شكون عضاتو شي عوده، الله اعلم. شوف شحال ساهلين سبحان الله. عرفت انا عندهم حيوانات ساهله ماشي بحال عندنا حنا في البلاد. الماعز ولا البقر ولا كل شيء عندهم ساهل سبحان الله العظيم. واش ما كيسرحوها هكايا في المرعى، والشبعة هادشي هو اللي كيخلي الكسيبة ترتاح وتكون ساهلة، ماشي بحال كانت في الكوري وسادين عليها كتكون توترة وتكون صعيبة، كتكون تخاف تشوف الإنسان و... الله أعلم. هذا هو الفرق اللي كيبان لي أنا ما بين الكسيبة ديالنا وديال ديالهم هما اللي في أوروبا. حشينا هذيك الجلبانة اللي كنا هنا دايرين ودرنا بها البال البلاستيكي هذا، وكاين الأكل موجود. شوف سبحان الله العظيم النبتة هنايا على منظر فيها ما شاء الله.
نشوف واش غيكون فيهم القراد تا هما ولا لا. قص دابا القراد راه كيوجد دابا في هاد الوقت، كنشيلو من هاد المنطقة الحساسة هادي. لا لا مكاينش، تبعي الأعزاء. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو هذا، نال إعجابكم، متبخلوش علينا، الله يجازيكم بخير، دعمونا بلايك، تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.